إيه البابا؟ صلى الله عليه وسلم. قال يا عم مالك رحمة الله تعالى عليه من الأهل ونزلنا مع كتاب الحج. أسأل الله يرزقنا حج العمرة يا رب. أمين يا رب. أنت ملهم يا أحمد والله في كل شيء يلهمك الله تعالى مناسبا. أرى ذلك من الشفافية وحسن الخلق، وأما الآخر أراه على العصب، فنسأل الله أن ييسر لك الأمرين. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه أجمعين أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك رحمه الله: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعاد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمل والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. قال مالك: شوف هنا بين أنه لا يقتله، كل شيء يكون آمن وأن دخله كان آمنا لأنه لا يعدو، فالضباع لا تعدو على الإنسان لذلك مأكولة، والثعلب في قول عن شفاعه أنه مأكول، والهرة لا تعدو وهي سبع، الإنسان قال عن الهرة أنها إيه سبع. قال مالك رحمه الله: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب، يعني الغراب والحداء. نعم. قتل المحرم شيئا من الطير سواء هما فداه. احنا بينا الحدقه اللي هي حدايه هذه طال سموها امس ايش ملك الحرائق ولا ها طائر النار، طائر اعوذ بالله طائر النار. نعم. الحديث مالك عن هشام بن عروه عن ابيه هذا مرسل، هذا حديث مرسل في الموطأ هكذا، ووصله مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد ومسلم من طريق ابن نمير كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق، وهذا بالإضافة وروي بالإضافة والتنوين. أما التنوين فقد جزم به النووي والاثنان صحيحان. خمس فواسق، وتكون خمس فواسق فواسق بالتنوين، خمس فواسق. هنا دقيق أتى بفرق لغوي يتبعه فرق فقهي عجيب. ابن دقيق العيد يقول: وبين الإضافة والتنوين فرق دقيق في المعنى، لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم، أما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المترتب عليه على ذلك هو القتل معلل بما جعل وصفا، وهو الفسق يقتضي ذلك التعميم. رايت يعني الإضافة حقيقة الأمر، احنا قلنا الإضافة تشعر بالتخصيص، الإضافة تشعر بالتخصيص، كما قلنا إذا كان في الاشتراك الذهني في فهم الصفة اليد العين عند الإضافة يحصل ايه تخصيص، لما تقول عين الله غير عين الإنسان فعند الإضافة يظهر التخصيص. فهو بيقول: وأما التنوين سيبين الامتلاء، وكأنه يشير به بالتعليل، كان يشير بالتعليل، وإذا أشار بالتعليل لازم التعليل إيه التعميم، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة تفرق بين متماثلين. قال: يقتلن في الحل في الحرم، يعني حتى في الحرم الذي قال فيه مسلم: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته، مع ذلك قالوا انه يقتل في الحرم. قال يقتلنا في الحرم الخمس الفواسق: الفأرة، وقلنا لما وهي أفسق الدواب. نعم. الفأرة والعقرب، وقلنا انه بعض ما يرى ان العقرب ايش الابقع، صح؟ العقرب الابقع، ما تسيبهم يا محمد، انا كنا عايزين الراجل بتاع المريض ده يمشي معانا في الموضوع. ما الفرق بين العقرب والحيه؟ العقرب يمشي على
والحياة تمشي على 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 جلد الناعم على فراش الحرير. اهو اتفضل اتفضل. وكنت معنا امس، هذه معناه انك لا تراجع. نعم زين، انا في العقرب يعني يعدو والحياة لا تعدو. حقيقة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال ايش؟ لعن الله العقرب ما ترك مصليا. اما الحياة الحياة تنتبه وتأخذ الاستعداد عندما يهاجمها احد، لكن حتى لو مرت بجانبك لا تؤذيك ما دمت ايه؟ ساكنا، ما دمت ساكنا في هذا البلد. والعقرب والغراب والحدقة والكلب العقور. والغراب هنا قال بعضهم الغراب المقصود به الأبقع، وصحيح انه على التعميم، وهذا فرض من افراد العموم يخصص بالايش؟ بالتأكيد، لا يخصص بالحكم، يخصص بالتأكيد. يعني ايه بقى يخصص بالتأكيد؟ يعني 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 لا تضحك. يعني ايه يا استاذ يحيى؟ ما هو هو الحال عليك؟ يعني ايه يا صاحب القواعد؟ يعني فهلوه ما فيش، ما عندكش قول اسكت بس كده. اتفضل. زياده التأكيد عليه، زياده التأكيد عليه. يبقى احنا قلنا هنا تخصيص ايه؟ تخصيص تأكيد مش تخصيص حكم. مش فاهم؟ تخصيص الحكم يعني لا تقتل كل غراب، بل اقتل الغراب الأبقع فقط، ده تخصيص الحكم. تخصيص التأكيد يعني اقتل كل غراب لا سيما الغراب الأبقع. كده في الظاهر مفيش استثناء، فاهمه؟ لازم والله لازم ياخد بتقعد معاه، ما هو ده رامي واللغة العربية مهمة جدا والله هتفيدك. يا لهوي يا لهوي يا علي يا علي يا علي حرام بقى يا علي. جاء النص في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال خمس يقتلن في حل الحرم الغراب الأبقع، فوصف وصفا مقيدا. قلنا هذا ذكر فرد من أفراد العموم وذكر وحده ليه؟ للتأكيد. فقلنا هذا تخصيص تأكيد، فهمت خلاص؟ الحمد لله والشكر، فتح الله علينا وعليكم جميعا. شاء 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 ها؟ نعم تربتها طهورة، هذه فرض من أفراد العموم لا تخصص، لكنها زيادة عناية بزيادة تأكيد. ممتاز. أيوة بالأخص ممتاز يا حبيبي ممتاز. لا مش فاهم، انا مش فاهم حاجة. نخلص بقى ونشوف. هو الخمس لأنها تعدو على الإنسان، فكل ما كان مثله ينزل منزلته، لأن الشريعة تفرق بينه. خرج من ذلك الهر، لأن الهر هو الهر سبع، خرج من ذلك الثعلب وهو أيضا سبع، خرج من ذلك الضبع وهو أيضا سبع. فقلنا إذن السبع الذي يعدو بنابه، ولذلك الشافعي كان في تعليل أكل الضبع مع أنه أكل جاف قال هو سبع لا يعدو بنابه، له ناب لكن الناب لا يعدو به. وطبعا بالاستقراء هنا لذلك الشافعي قال قصد النبي المراد في الشرع في السبع، السبع الذي له ناب يعدو به. لما؟ قال لأن الضبع سبع وجعل فيه كبشا. قال وما زلت أرى الناس عند الصفا يأكلونه. الشافعي يرى بعينه أنهم يذبحون الضبع ويشونه ويأكلونه. ما زلت أرى الناس يأكلون عند الصفا. لا يعدوا بيه على أي أحد، هو ما بيعدوش على الحيوان أيضا. أنت فكر بيعدوا الضباع كلها بتقف خلف الشجرة، اللبؤة تأكل الفريسة أو الأسد، تنتشر بقى الضباع انتشروا. فأنا الأسد عيني الشجاعة هتعمل إيه مع أمة ضارية حوله، وبعدين أصواتهم مخيفة جدا. أوه بأصوات الأسد يلتفت هنا يجي الضباع، يلتفت هنا يجي الضباع، فيسيب لهم الفريسة ويمشي. يعني أنا رأيتها يعني هجم على أكثر من ضبع فهيقتله، فالضباع يهجموا على الأسد فيتركولهم، يهجموا على واحد تاني يجيبه ويسحبه، يهجموا عليه يتركولهم، بعد كده مش مستطيع يعمل حاجة، نعم هيموت على الفريسة اللي قتلها وما أكل ما أكل منها شيء. فهم لا يعدون، هم يأكلون، هم لا يعدون، فهم يعني ليس صائدا إنما هو متطفل، الضبع متطفل كده. فهمت صورت المسألة؟
لابد يكون عندكم علم. دي ثقافات لابد يعني لانها تنفعك في الشرع. سكار سكار لا الضبع ما كانش متعدي. فين متعدي فين؟ شرير اه لك شرير. لا الثاني سكار هو اللي قال اولا بقى قال اني محاط بشله اغبياء. هذه كلمه الواحد بيتعزى بيها كل ما يشوف اللي بيشوفه مع الاخوه. نعم ايه ولا حتى كرتون لا. وهنا امر بالكلب العقور كل من يفترس كل ما يفترس فهو كلب عقور يقتل ولا فدية عليه. فالاسد والنمر والفهد كل ذلك داخل في هذا الباب. وبهذا قال سفيانان الشافعي واحمد والجمهور قال اوزاع ابو حنيفه وحسن صالح المراد بالكلب المعروف خاصه والحق به الذئب. ده الجمهور قوله في حديث ابي سعيد والسبع العادي. فكل ما كان عاديا يكون سبعا يقتل بذلك وهو الأصح لأنه هو ما شرع هذا إلا إيه لحماية الإنسان. أنت تحمي الإنسان من الكلب ولا تحمي من الأسد؟ الأسد ضاري. أما ما كان من السباع كما قال مالك لا يعدو مثل الضبع فإنه ذكر الأنثى فإنه لا يقتل. والثعلب يقع الأنثى والذكر أيضا. يختص الثعلبان بثعلبان قال ابن الباري وقالوا غيره يقال في الأنثى ثعلبة. نعم. والهر القط وما أشبههن من السباع كل من ما كان له ناب وكان لا يعدو به لا يقتل والقتل فيه في الفدية. فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. لذلك القاعدة الكبرى كل مؤذن للمحرم قتله دون الفدا وكل من لا يؤذي فقتله هو في الحرم آمنا فيفدي. وأما الطير ليس لا يقتل في الطير شيء إلا ما كان مما ذكر الحدقة والغراب الصقر نفسه البازي أو الشاهين هؤلاء أقوى الصقور صيدا لا يؤذون الإنسان لا يؤذون الإنسان حتى النسر ما له للإنسان فلذلك لا يقتل. نعم فوائد مستنبطة. صحة القياس يأتي الوصف للتقييد وللتعليل. ماشي ياتي الوصف للتقييد وللتعليل. انتوا الاثنين لسه عيال صغيره برضو تعب في الروضه. لا مش عامل ما فيش حاجه انتوا الاثنين في الروضه عيال صغيره كبار حبايبي. ماشي انت مش لسه مريض اسكت بقى. عندي سؤال طب ممكن خالص فائده ثالثه ويدخل في السؤال. رحمه الله بالعباد فسعه الشريعه على الحفاظ على الضرورات الخمس منها حفظ النفس فأباح لهم فيما في 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 مكان من أقدس الأماكن أباح له القتل حتى لا يتعدى عليه شيء يعدو عليه فيؤذيه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.